بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد خير الأنام مرحبا بكم خياتي اليوم عنا فيديو جديد وقبل ما نبدأ وإن شاء هنا إن شاء الله نقولكم لكم عواشركم بالصحة والهنا إن شاء الله اليوم عنا وصفة المعقودة تاع الغرب معقودة سهلة وبنينة ما كاش اللي ما تعرفش الوصفة تاعها لها لمسة من عندي وصفه تاع مطاعم انا زدت لها لمسه من عندي انا دائما ندير لها الدرسه تجي هايله نبداو ان شاء الله عندنا البطاطا تاعنا نغلوها انا عندي بطاطا بيضه نقيتها كامل ونغسلها ودرتها فوق النار بالماء والملح بعد ما تغلى هنا نوجد في الدرسه تاعي نقيت الثوم كامل الثوم لازم يكون فيها قوي باش تجيك بنينه ونقوي فيها القزبر المعقوده تاعي انا تجي هايله جربي الوصفه خيتي وردي لي بالخبر انا درت هذاك الحار ولا ما تبغيش تنجم تستغنى عليه ولا دير مغرف هريسه انا دقيت هذيك الدرسة تاعنا درت الثوم درت حار درت فلفله حمراء ودقيتها من بعد كي طيب البطاطا تاعنا نزيدها عليها درت شويه زيت هكا باش تندقلي داك الحار مليح وكنت شمخت هذاك الحار بال بالماء سخون تجيب الدرسات تجيب بنينه هايله المعقوده هي اكله صيفيه سهله كامل نبغوها كي كي تودرنا العشاء ولا الفطور هنايا البطاطا تاعنا غلات ومن بيضه طيب علامة درت هذيك الدرسه ودرت شويه فلفل شويه زعفران هي لازم يجي فيها زعفران انا المعقوده درتها باللمسه تاعي وهنايا قطعت القزبر قلعتها قطعت قلعت هذوك المطارق تاع القزبر ودرت غير غير الحشيش تاعو وهنا ما الكمون نسيت ما قلتولكش الكمون المعقوده ما تجيش بلا كمون وفلفل وراني كسر هنا في البيض درت البيضه الاولى وخلطيها مليح مليح وزدت البيضه الزوجة وغطيها وخليها تريح من بعد كي ترجعي لها تصيبيها ناشفه الا ستيها ماشي ناشفه زيدي غير مغرف لا شابلي زيدي غير مغرف باش ما تجيش ثقيله هنايا راني نكور فيها وندير فيها في في, في الخبز مطحون معقوده تجي شابه وما تفتحليش كامل في المقله تجي هايله وهذاك لا وهذا كولور تاع الزعفران زيد فيها النص نسيت ما قلت لكمش كي نخلطوها كامل نديروها في الفريجيدان ونخلوها تريح واحد الساعتين ولا كي ترجع لي هنا كي تشوفي انا ما تنحليش المعقوده تاعي دي شابه هايله ترفقيها مع مع شلاطه شوفي جات حمراء شابه تنتكل سخونه تجي هايله هنا هنايا درتها مع شويه هريسه وشويه كريمه الفرماج لي تبغي الوصفه نديرها لها في الرابط تاكي تشوفي المعقوده تاعنا جات شابه اللي اه عجبتها الوصفه خياتي ما تنسانيش بالاشتراك وتفعيل الجرس قناتي راهي صغيره وماذا بكم خياتي ما تنساونيش فرحوني يا ربي فرحكم في هذه العواشر هنايا شوفي كي تشوفي فيها وتجي بنت الثوم وبنت القصبر ما نحكي لكمش تجي هايله وما تفتحش كامل في المقله وفي الاخير نقولكم مع السلامه وتهلاو في رواحكم الى اللقاء والمداد المداد يا رسول الله اسقنا بالمداد